وصل إلى التو حيث رأس عصر اليوم مدينة الصحة العامة انقربتنا كارميل سوكات أعمال مداولة مهنة الطب السنوية لدورة 2017. تفاصيل أخبار مع محمد عثمان بشير. هذه الاحتفالية التي احتضنتها الساحة الخلفية بفندق ميركير هو خاص بالأطباء المنضوين تحت الإطار الوطني للأطباء الشاديين، وخصصت هذه الاحتفالية السنوية لتقديم المدونة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب لمختلف الأطباء الشاديين، حيث تتكون هذه المدونة من 19 صفحة مقسمة على 4 أقسام. القسم الأول يوضح جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس جابيتنو في تطوير القطاع الصحي واهتماماته الكبيرة في القضاء على الأمراض الخطيرة. أما الثانية فتتمحور حول دور وزارة الصحة في تنظيم مختلف المستشفيات والأطباء الشاديين، بينما القسم الثالث فيتحدث عن دور الأطباء الميدانيين في معالجة المرضى ومدى التزامهم بأخلاقيات المهنة الطبية، بينما القسم الرابع والأخير فهو يتركز حول المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات والعاملين بها وكذا جهودهم المبذولة في علاج العديد من المرضى. وشهدت مناسبة التقديم الرسمي لهذه المدونة كلمة من قبل الرئيس الوطني للإطار الوطني للأطباء الشاديين، حيث أكد على أن الأطباء الشاديين يعملون بكل مهنية وجدارة، وأنهم فقط يحتاجون إلى بعض من الاهتمامات الخاصة من أجل مواصلة مهامهم وعملهم بشكل طبيعي وأكثر تقدما في ظل التقدم التكنولوجي المتطور. بينما كلمة وزيرة الصحة العامة فجاءت منددة لبعض من المراكز الصحية التي افتتحت دون إذن من الحكومة وأن بنيتها لا تتوافق تماما مع مهنة وأخلاقيات الطب، ووعدت الوزيرة بمحاسبة مثل هؤلاء، مطالبة جميع الأطباء التسجيل في قائمة الإطار الوطني للأطباء الشاديين لممارسة مهنهم بشكل رسمي. وأضافت قربتنا كارميل سوكات بأن مثل هذه المدونات لا شك أنها تساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الطب بشكل عام. نهاية هذه المناسبة كانت بتسليم نسخة من هذه المدونة إلى وزيرة الصحة العامة من قبل رئيس الإطار الوطني للأطباء الشاديين.